نروح مع حضراتكم لقضية تانية أو قصة تانية، هي فكرة النصب الإلكتروني. بتلاقي حضرتك رسالة جاية لك على التليفون يقول لك أنت الكارت الخاص بالبنك بتاعك تم وقفه، أرجو التواصل معنا لتحديث البيانات. ودي رسالة منتشرة بتيجي الناس كتير جدا. يعني تلاقي مثلا حضرتك بتحب انك انت تشتري حاجات من على النت، فتلاقي في موجود مثلا صفحة موجودة على الفيسبوك بيبيع منتجات بأرخص من سعرها بشكل كبير جدا، فتروح حضرتك مكلمهم او بتاع ادفع المبلغ الفلاني الفلاني عن طريق معرفش ايه، تقوم جاي داخل دافع الفلوس وفجأة الناس دي تختفي. فجأة تبص تلاقي تطبيقات بتسحب منك فلوس. في ده كله حاجة أو كوب، غير النصب الإلكتروني بقى أو التسول بقى الإلكتروني، دي قصة تانية. الحقيقة موضوعات أو مسائل ومخاطر ومشاكل بيقع فيها ناس كتير مننا بسوء نية، بعدم وعي، رغم إن القانون الحقيقة أو قانون العقوبات تحديدا بينص على المعاقبة بالحبس لكل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها. بعض الناس بتقوم بهذه النشاطات عشان توهم الناس ان ده نشاط كويس جدا، تعالى اشتري مني ايا كان بقى، من اول بيت ولا شقة لغاية ما تروح تشتري منه موبايل، يبعت لك الموبايل في كيس، تيجي تفتح الكيس ولا العلبة تلاقي فيها قلب طوب. ده حصلت، ما نقدرش نعمم، ولكن في اجراءات بتتاخد ضد هذه الشركات او هؤلاء الاشخاص اللي للأسف بيمارسوا النصب الالكتروني. نشوف التقرير ونرجع نتكلم مع ضيوفنا في الموضوع ده. التسول الإلكتروني هي عمليات تسول مشابهة لعمليات التسول المتعارف عليها التقليدية، ولكن ذات طابع إلكتروني وخلف الشاشات، ويكون المتسول مجهول وغير معروف، ولا يمكن معرفة أي تفاصيل عن حياته أو بياناته لتخفيه وراء اسم مستعار. يحاولون استعطاف المستخدمين للحصول على المنافع المادية والعينية من خلال المناشدات ونداءات الاستغاثة بداعي الفقر والمرض أو تمويل برامج ومشاريع إنسانية، ويكون المتسول مجهول الهوية. وتتعدد أنواع التسول الإلكتروني، فمنها الذي يتسول العاطفة وهو دائما يميل إلى السوداوية والاكتئاب، وهذا الشخص يستجدي عاطفة الناس لتقديره. والنوع الثاني النرجسي، الذي ينتظر من جميع الناس أن تقول له أنت رائع أو الأفضل، وهو هنا يستجدي ويتسول التقدير. والنوع الثالث والأخطر هو المتسول المادي، والذي يقول للجميع إنه مريض أو لديه ظروف قهرية، ويبحث عن المال ويبتز من حوله، فهو نصاب. غاب المتسولون عن الشوارع واختبأوا خلف شاشات هواتفهم ليمارسوا مهنتهم بكل ذكاء وحرفية، متسلحين طارة بتقارير طبية مزورة استجداء للعواطف، ومرة أخرى بفواتير ومطالبات مالية متراكمة أو رسوم جامعية لم تدفع. من مصر، محمد الجباس.